اتفضل يا فندم. الأستاذ عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل من دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزراء والسادة الحضور الكرام، وشكرا على الدعوة الكريمة. في عجالة كده، انا غير ان انا مهني في شركة برايم، انا برضو عضو مجلس ادارة في شركة في الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وهي جمعية مهنية مهتمة بالمحللين الماليين. والحقيقة بنحاول نطلع كوادر جديدة لسوق المال علشان يبقى في استمرارية لنجاحات سوق المال في الفترة القادمة. ولكن طبعا عندنا مشكلة كبيرة، وهركز هنا على سوق البورصة او سوق المال بصفة عامة، وان كان بيلمس برضو مع قطاع المال غير المصرفي الاخر، لان انا مثلا على سبيل المثال شركات التأمين غير ممثلة بالشكل الكافي في السوق المصري، فالبورصة هي هتبقى الملاذ لظهور هذه الشركات في السوق. فبتكلم على الطروحات الحكومية، انا شايف ان هي مهمة جدا طبعا عشان نجذب الاجانب. وعشان نجذب الاجانب، الاول احنا عايزين استثمار اجنبي مباشر، لازم الاول يكون عندنا استثمار اجنبي غير مباشر، اللي هو اسهل وبياخد وقت اسرع في الدخول والخروج من السوق. ولازم نجذب هؤلاء المستثمرين، وخصوصا في الاسهم مش بس في السندات والاذون الخزانة. وعشان نجذب الاجانب اصلا، احنا محتاجين نجذب المستثمرين المحليين اللي النهارده بيمثلوا 80% من التداولات اليوم، وبيمثلوا 3/4، يعني اذا كنا مصريين بيمثلوا 3/4 او المصريين بيمثلوا 3/4 تقريبا او 80% من تداولات اليوم. السيوله مهمه جدا ان هي ترجع علشان تسعير افضل للاوراق الماليه، علشان يبقى فيه زيادة في عمق السوق، عشان يجيب الأجانب، عشان أصلاً نبقى موجودين على شاشات الرادار بتاعة المستثمرين، عشان نرفع إيرادات الشركات العاملة بسوق المال، علشان تقدر تعيد استثمارها في الكوادر البشرية. فأرجع تاني، وأنا عارف إن الموضوع تم اتخاذ قرارات فيه، ولكن أنا شايف إن هو لسه بنبص على ضريبة أرباح الرأسمالية، لأن إحنا أنا شايف الحقيقة في رأيي الشخصي إن مفيش عدالة ضريبية في الموضوع دوت، لأن الأجانب ما بيدفعوش ضريبة أرباح رأسمالية، لكن المصريين اللي هم شايلين السوق دلوقتي هم اللي المفروض يدفعوا ضريبة أرباح رأسمالية. وإذا كنا عايزين الطروحات دي تنجح، محتاجين على الأقل يكون في عدالة ضريبية بخصوص هذا الموضوع. وارجع لحته الاتاحه المعلومات، انا برضو عايزين نجذب مستثمرين اجانب. عشان يجوا المستثمرين الاجانب هنا، لازم تكون المعلومات متاحه لكل المستثمرين. اذا كانت على سبيل المثال في شركه حكوميه كبيره مدرجه في السوق المصري، لما محلل مالي بيسال على معلومه بيقول له انت عايز تعمل ايه بالمعلومه دي، يقول له عايز اقيم الشركه، يقول له بتقيم الشركه ليه. مفيش في محتاجين توعيه للشركات الحكوميه، وخصوصا لما نتكلم على دلوقتي سياسه او وثيقه سياسه ملكيه الدوله، يبقى لازم في توعيه كبيره جدا للعاملين في ادارات المستثمرين بالشركات اللي هتم ادراجها في الفتره القادمه والشركات الموجوده حاليا، عشان يبقى في قنوات اتصال مع مجتمع الاستثمار. من ناحيه الديسكلوجرز، احنا ممكن مش عايزين اجراءات تقيد العمليات القيد في البورصه، ومتفق تماما مع دكتور هاني سيد الدين، ولكن من ناحيه الافصاحات، احنا عايزين افصاحات تكون اكثر دقه واكثر سرعه في الاصدارات بتاعتها. على سبيل المثال، لو بصينا على الاسواق جنبينا زي الامارات او السعوديه، بنلاقي ان الاصدار او البيانات الافصاح بتاعت اي خبر بيطلع من الشركات المدرجه بتكون فيها اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، بتلاقي القوائم الماليه موجوده عربيه ولغه انجليزيه. في مصر حاليا حتى لو القوائم الماليه بتطلع باللغه العربيه، وبتطلع في صوره PDF فايل ممكن محدش يعرف يقراه خالص كمحلل مالي، فما بال حضرتك بالمستثمر الاجنبي. فانا بقترح ان احنا لازم نمشي بسرعه في موضوع الاكس بي ار ال، واتاحه القوائم الماليه عن طريق التكنولوجيا السهله جدا للمحللين الماليين وللمستثمرين الاجانب، اذا كانت باللغه العربية واللغة الإنجليزية، عشان دي بالنسبة للمستثمرين هتكون أول حاجة. أنا مش عارف أستثمر في حاجة لما كنا عارف عنها معلومات كافية، فبالتالي الإفصاح لازم يكون باللغتين ويكون بطريقة تكنولوجية سريعة. والجزء الأخير وهو الجزء عن الاقتصاد الكلي، حقيقة أنا كنت انبهرت الحقيقة بالعرض اللي كان دولة رئيس الوزراء عرضه امبارح، وجاب بيانات اقتصادية كلية لمدة 40 سنة. أنا كمحلل مالي وفي بعمل في هذا المجال من أكثر من 20 سنة، لو عايز أجيب مع هذا العمق من المعلومات هياخد مني وقت جدا، وممكن يكون صعب جدا. فأنا بقترح إن يكون في قاعدة بيانات. أنا عارف إن في مواقع زي البنك المركزي بيعرض البيانات، ولكن أول بيانات ممكن تكون من 2004-2005، ممكن يكون بنك برضو المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في بعض البيانات، ولكن السلاسل الزمنية لمدة فترات طويلة مش موجود عشان أقدر أخد قرار اقتصادي أو قرار استثماري بطريقة جيدة. حاجة أخرى بالنسبة للبيانات الحكومية، إذا كانت بيانات بتطلع، عارفين طبعا بيانات زي مثلا التضخم، الفورن ريزيرفز او الاحتياطي الاجنبي، كل الحاجات دي بتبقى لها توقيتات معينه، ولكن في حاجات مالهاش توقيتات زي مثلا معدل النمو الاقتصادي، مالوش توقيت معين، انا عارف ان اليوم الفلاني هيطلع، انا مش عارف
البيان ده هيطلع امتى بالظبط، ومحتاجين يكون معاه مثلا بيان كمان يكون بيوضح اللي حصل فيه، لان للاسف احنا بنعتمد على التصريحات الصحفيه مش التوقيتات الموجوده فبيحتاج اجنده بالايام للبيانات الاقتصاديه هيتم مع يكون اعلانها للمستثمرين ككل. واخر حاجه يمكن حاجه بتشمل الموضوع ككل، في رايي بما بنتكلم في الكام يوم اللي فاتوا دول امبارح والنهارده على تغير السياسات، محتاجين استقرار في السياسات. انا بقترح ان يكون عندنا في مصر، انا لان حسب علمي ما فيش حاجه زي كده، انا بقترح ان يكون في حاجه اسمها ثينك تانك او مؤسسه فكريه تكون مستقله وغير ولا تتغير بتغير الحكومات، وتفكر للدوله هنا المصريه للخمس وعشر سنين القادمه عشان نعرف القرارات اللي بناخدها دي بناخدها في سياق استراتيجي. انا مش بتكلم على تكتيكي، لان التكتيكي ده هيبقى دور الحكومه، ولكن بتكلم على الحاله الاستراتيجيه او الرؤيه الاستراتيجيه بالنسبه للدوله، لازم تبقى موجوده عن طريق مؤسسه، ممكن مؤسسه فكريه تبقى ثينك تانك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ عمرو الالف، شكرا لحضرتك.